بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نتابع مع بعض دراستنا في إنجيل القديس مرقس، وإحنا في الإصحاح العاشر، خلصنا لحد آية 45، والنهاردة ناخد آخر فقرة من الإصحاح العاشر من آب والآية 46. وجاءوا إلى أريحة، وفيما هو خارج من أريحة مع تلاميذه وجمع غفير، كان بارتيماوس الأعمى ابن تيماوس جالسا على الطريق يستعطي. فلما سمع أنه يسوع الناصري ابتدأ يصرخ ويقول: يا يسوع ابن داود ارحمني. فانتهره كثيرون ليسكت، فصرخ أكثر كثيرا: يا ابن داود ارحمني. فوقف يسوع وأمر أن ينادى، فنادوا الأعمى قائلين له: ثق، قم، هو ذا يناديك. فطرح رداءه وقام وجاء إلى يسوع. فأجاب يسوع وقال له: ماذا تريد أن أفعل بك؟ فقال له الأعمى: يا سيدي أن أبصر. فقال له يسوع: اذهب، إيمانك قد شفاك. فللوقت أبصر وتبع يسوع في الطريق. القصة دي في إنجيل مرقس مشروحة بتفصيل جميل قوي، مذكورة برضو في إنجيل متى وفي إنجيل لوقا، ولما نقرأ كله مع بعضه بيتضح لنا تفاصيل جميلة. في إنجيل لوقا بيقول وهو داخل أريح، إنجيل مرقس هنا بيقول وهو خارج من أريح. طب إنجيل متى قال في أعميين، إنجيل متى قال إن في أعميين، إن القديس متى غاوي تجميعات زي ما إحنا كنا بندرس في إنجيل متى، تلاقيه مجمع أحاديث كتيرة للمسيح مع بعضها، مجمع كل المواعظ حاططها في الموعظة على الجبل، مجمع كل التفاصيل بتاعت الأمثال اللي قالها المسيح في متى 13، فمجمع نصيحه للرسل في الإرسالية في متى 10، وهكذا. فيحب التجميعات، فقال ان هما أعميين، ولو قال وهو داخل في واحد، وده اللي هو خارج ده التاني. يتميز هنا بقى إنجيل مرقس ان هو اول حاجة ذكر اسم الراجل، قال اسمه بارتيماوس، كده يبقى ذكر اسمه. لا، هو بالظبط قال ده ابن فلان بس، ماشي، اسمه بار بالعبري يعني ابن، بار يشوع يعني ابن يشوع، بار ثولوماوس يعني ابن ثولوماوس، واحد من التلاميذ ال 12 بار ثولوماوس، ده ابن ثولوماوس. طب هو كان اسمه ايه؟ بحسب ما بنشوف في انجيل يوحنا اسمه ناثنائيل، ناثنائيل ده اللي هو بارثولوماوس. فحسب ما شرح هنا القديس مرقس شرح لنا تفاصيل لطيفة قوي. أول حاجة بيقول وجاءوا إلى أريحة، وفيما هو خارج من أريحة مع تلاميذه كان الرجل ده قاعد بيستعطي. زيارة أريحة دي كانت آخر زيارة، وكلنا فاكرين إن كان فيها لقاء ما بين المسيح مع شخصية مميزة، هي مين؟ في أريحة لقاء مع بين المسيح وبين شخصية مميزة مشهورة، مين كان من أريحة؟ كان قصير، زكا، زكا، زكا رئيس العشرين، كان طلع على الشجر عشان يشوف المسيح، والمسيح قال له أنا اليوم هكون في بيتك، وتاب زكا ووزع كل الفلوس اللي كان بيسرقها وكان بياخدها بالظلم من الناس، وزعها ووزع 4 أضعاف، عوض الناس ووزع نص أمواله. وبعدين قال ربنا يسوع قال اليوم حصل خلاص لأهل هذا البيت. الفكرة اللي أنا عايز
أول حاجة كده نفكر فيها إنه ربنا يسوع بيمر علينا، بيمر علينا، والشاطر اللي ينتهز الفرصة. مروره على أريحة كان سريع، يعني هو وصل المحطة اللي عند، زي ما احنا عارفين، المحطة الجنوبية بتاعت نهر الأردن اللي فيها المنطقة اللي كان بيعمد فيها يوحنا، وطالع منها على أورشليم، خلاص رايح للصليب. فألا حود على أريحة، أريحة مش في السكة الحقيقة، يعني ما بين المحطة دي لأورشليم أريحة مش في السكة، بس جنبهم يعني، وهو يطلع كده من عند نهر الأردن 2-3 كيلو كده، وياخد يمين شوية شمالا، يعني لو هو كده باصص ناحية الغرب، لو خد يمينه يبقى رايح ناحية الشمال، عدى على أريحة ودخل وبيت عند زكة وطلع، وهو داخل شفا أعمى وهو خارج شفا أعمى. بس الشاطر اللي يستفيد بمرور المسيح عليه، المسيح بيمر علينا وممكن الإنسان ما يطلبش، ما يستفدش، ما يهتمش أصلا، إيه الدوشة اللي معدية دي؟ يسوع الناصري معدي، طيب خلاص. ممكن كل اللي يعمله إنه يلاقي جمع كتير يعلي صوته أكتر علشان يشحت، هو قاعد يشحت، بيقولك بيتجلس بيستعطي، بيجلسين على باب المدينة أو على المدخل علشان خاطر ناس داخلة وخارجة من نفس الحتة فاستعطي. فممكن يقول لهم إيه، ادوني حاجة، ادوني حاجة. لا، هو اهتم جدا إنه ياخد من المسيح شخصيا، زي ما زكى قبليه اهتم جدا إن هو يشوف يسوع، وما هموش منظره قدام الناس ولا نظرات الناس ليه وهو متشعلق على الشجر، هو اهتم إنه يشوف يسوع. فالمسيح بيمر علينا كأنه مش واخد باله مننا، لكن هو في الحقيقة إيه؟ واخد باله جدا، ده بيمر مخصوص جنبنا. عدى كده، زكا ما كانش يتصور إن المسيح معدي من الحتة دي مخصوص علشان خاطر زكا وعارفه باسمه، وقال له تعالى يا زكا أسرع وانزل، واليوم ينبغي أن أكون في بيتك. برضو كده مع الرجل ده، قعد يصرخ، يا عم احنا عايزين الناس اللي فيه، طبعا اكيد ناس قاعدة معاه، ناس قاعدة بتشحت، ممكن يكونوا عرج، ممكن يكونوا عمي، ممكن يكونوا عندهم اي عاهة اخرى، او ناس يعني كبار في السن، اي معرفش، بس ده مكان بيعودوا فيه ناس تستعطي. فمستغربين، بيصرخ ليه ده؟ احنا عايزين نقعد بطريقة معينة علشان نلفت النظر ونخلي الناس تحن علينا وتدينا حاجة. انت هتعمل دوشة، هتطفش الزباين، هتطفش الزباين اللي بيقولنا، مالك عمال تصرخ ليه؟ لكن هو عنده رجاء وإيمان في ابن داود. ابن داود، ابن داود ده مين؟ ده الملك اللي هيجي، ده الملك اللي هيجي من عند الله. أيوة، عنده هذا الإيمان. وقد يكون سمع عن الأعمى اللي خف قبليه في دخلة المسيح لأريحة، ما نعرفش يعني، ممكن يكون سمع أو لا. فبارتيماوس ده فضل إيه؟ يصرخ، يقول لك لقى إيه؟ كان جالس يستعطي، بارتيماوس ابن تيماوس سمع أنه بيقول مين الدوشة دي؟ قالوا له ده يسوع الناصري. واضح أنه إيه؟ إن المسيح متحوط بناس كتير خالص، ناس خارجة معاه ويعني عاملين زي صوت عالي، فهو ما اهتمش أنه يبقى فيه زباين يجوا يدوله حاجة، لا، هو بيسأل مين؟ قال يسوع الناصري. قال بس هو ده اللي أنا عايزه، هو ده اللي أنا عايزه. فابتدأ يصرخ ويقول يا يسوع ابن داود ارحمني، زي اسطوانة اشتغلت ما وقفتش، يا يسوع ابن داود ارحمني.
ابن داود، ويؤمن ان ده هو الملك اللي جاي هيجلس على كرسي داود ولا يكون لملكه نهاية زي ما قال الملاك العذراء. يا يسوع ابن داود ارحمني. فانتهره كثيرون ليسكت. انا متوقع طبعا اللي انتهروه شوية من اللي قاعدين يشحتوا جنبه، وشوية من الناس اللي عايزين يسمعوا المسيح وهو بيتكلم، ما هو ماشي معاهم اكيد بيسألوه بيعلمهم، فحاسين ان ده عامل دوشة. وبعدين هم مش فاضين له، ولا المسيح فاضي للمستويات دي. في ناس بتفكر كده، في ناس بتفكر ان ربنا ده بتاع الناس اللي في منتهى الشياكة والأناقة والناس المحترمين. لا، ربنا يسوع ده بتاع الكل، وبالأكتر هو جه عشان يشفي المنكسر القلوب، جه يعطي البصر للعميان، جه للفقراء وللغلابة وللمحتاجين واللي في ظروف صعبة، جه لأغلب الناس اللي هما في منتهى الغلب، يعني الناس اللي في ظروف صعبة خالص، ده المسيح جاي لدول. يعني وأنا بطلب من ربنا وبصرخ لربنا، ممكن في ناس تحاول تسكتني، تحاول تقول لي ما كفاية بقى خلاص، هو يعني ما سمعش؟ ما هو سمعك، كفاية، مش عايزين دوشة، كفاية بقى. مع الأسف الشديد بيحصل، وبيبقى ناس من المقربين حوالينا ويقول لك كفاية ويحاولوا يسكتونا، لكن اللي له رجاء في ربنا ما بيسكتش، ما بيسكتش، بيفضل يصرخ لربنا. الرجل الأعمى ده كان كده. أنا كان بيتهيأ لي الناس دي مش حاسة بالراجل، مفيش في قلبهم رحمة، مفيش في قلبهم إحساس بالظروف الصعبة اللي عايش فيها الراجل ده. اسكت وخلاص، اسكت أنت، عامل لنا دوشة. هم حاسين بنفسهم، هم منزعجين بشكل شخصي من الصوت العالي فعايزين يسكتوا. طيب ما تشوف الراجل ده أصلا بيصرخ ليه؟ مش هو يمكن متألم جدا؟ مش هو في احتياج؟ اللي بيصرخوا دول معظمهم بيبقوا صادقين، مش كلهم طبعا، بس معظمهم بيبقوا متوجعين من جوه فبيصرخوا. طب ده أنا أصرخ معاهم لربنا علشان ربنا يفتقدهم. حاجة تانية أنا بيتهيألي برضو الراجل ده زي ما كنا بنقول في الأول، إيه المسيح بيمر علينا والشاطر اللي ينتهز الفرصة. الراجل ده كان حاسس إن دي فرصة العمر بالنسبة له. ده راجل أعمى، ما إحناش عارفين يعني، ما هوش مولود أعمى، ما نعرفش بصره راح إمتى، لكن هو عارف قوة المسيح وقدرته، وبالنسبة له دي فرصة يمكن ما تتكررش، وفعلا هي ما تكررتش. يعني الفرصة دي المسيح خرج من أريحة وما رجعش أريحة تاني، ففرصة. المسيح موجود، ده أنا أصلي وأصرخ، المسيح موجود، عندي فرصة النهاردة للتوبة، عندي فرصة للغفران، أقول له يا رب يسوع سامحني واغفر لي وارحمني. فرصة، فرصة النهاردة يمكن ما لقاهاش بكرة. فالراجل ده كان حاسس إنه إيه، الفرصة قد لا تتكرر، وعنده إيمان في ابن داود. فعلى صرخة واحدة، يا يسوع ابن داود ارحمني. لما انتهروا ليسكت ما سكتش، بالعكس بيقول كده إيه، إنه نادى صرخ أكثر كثيرا، صرخ أكثر كثيرا، يا ابن داود ارحمني. ياه، يعني بالعكس، المعوقات اللي كانت قدامه قوته وخلته يصرخ أكتر. أنا مبسوط من نفسية الرجل ده. الرجل ده كان نفسيته قوية، وإحنا عايزين نقوي كده عندنا نفسيتنا، مش أي حد يقول لنا كلمة نبقى خلاص نفقد الرجاء ونفقد الأمل وخلاص بقى
ده الناس حتى اللي في الكنيسة رحت ما شجعونيش وقالوا لي كفاية اللي انت بتعمله ده. يا يعني حتى اللي حوالين المسيح ما حدش فيهم راح جاب الراجل للمسيح، ما حدش سمعه، كل الناس كلها سمعاه، ما حدش سمعه واستجاب، ولا كانوا عايزينه يسكت وخلاص، اهو مسير ويسكت، اهو شويه وهيزهق ويسكت. طب ما حدش يروح يساعده؟ احنا مفروض ان احنا خدام المسيح كلنا، لما نلاقي حد كده نروح نساعده، نروح نساعده، نقدمه للمسيح. ايه رايكم لو قارنا الموقف ده بموقف إشعيا لما شاف مجد ربنا؟ إشعيا في الإصحاح السادس مسجل لنا لقاءه مع ربنا، أول لقاء، وده اللي فيه دعاء ربنا للخدمة. بيقول شفت السيد الرب في الهيكل في مجد عظيم، وبعدين السرافيم بينادوا وبيسبحوه قدوس 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 رب الجنود مجده ملء كل الأرض، وبيربعوا مع بعض، يعني بيقولوا ايه ده من جهة وده من جهة، وبيقولوا تقديس للثالوث القدوس. فإشعيا كان رد فعله المباشر على طول انه صرخ وقال ويل لي فإني قد هلكت لأني إنسان نجس الشفتين وساكن بين شعب نجس الشفتين، لأني رأيت رب الجنود، رأيت مجد ربنا. إزاي أقدر؟ ده أنا كده خلاص ههلك، ويل لي. حتى ما طلبش أي حاجة، بس هو قال أنا خلاص كده أنا هلكت قصاد المجد اللي أنا شايفه، وأنا إنسان خاطي. من غير ما يطلب السرافيم راحوا خدوا واحد من السرافيم يقول لك طار، واخد جمره بملقط من على المذبح ومس بها شفتي. ده إشعيا اللي بيحكي، بيقول مس بها شفتي وقال لي ان هذه قد مست شفتيك فانتزع اثمك وكفر عن خطيتك. ياه، ايه الخدمه العظيمه دي؟ ديليفري، خدمه من يعني لحد الباب، مش حتى خدور ربنا، ده راح السرافيم عارف فين التطهير يجي، من على المذبح ومن على الجمره اللي من على اللي على المذبح، هو ده التطهير، ينبوع التطهير اللي بيكفر عن الخطايا وبينتزع الاثام، ان احنا نتلامس مع الجمره الناريه دي اللي من على المذبح، جسد ربنا ودمه. فالخدمه على طول أول ما حسوا إن هو في قمة الإحراج وفي قمة الخوف وبيقول أنا هلكت وبيعترف بأنه نجس الشفتين وسكت، على طول راحوا قدموا له الخدمة السرافين، في حين إن الراجل ده بيصرخ يصرخ يصرخ ومحدش عايز حتى يروح له يقول له حبيبي أنت عايز إيه؟ تعالى أنا أخدك ليه؟ أنت متلاقيك ما أنتش شايف وما أنتش عارف تمشي، تعال أخدك لي في وسط الزحمة دي. محدش، لا إحنا مش عايزين نكون كده، إحنا عايزين نكون لما نشوف حد بيصرخ تعال حبيبي تعال نصلي مع بعض، تعال نصلي سوا، تعال نصرخ لربنا، أنت عايز حاجات من ربنا تعال نتكلم معاه، تعال نتشجع وناخده نقدمه لربنا. حتى لو هو مش قادر، إحنا في الكنيسة بنيجي بنتشفع في العالم كله، بنتشفع في البعيد والقريب، في السليم والمريض، في الضعيف وفي الشعب اللي بيصلي في الكنيسة ده، ده بيتشفع في العالم كله، أولا في اللي حوالينا، قريبنا وأصدقائنا وأسرنا، نتشفع فيهم ونقدمهم لربنا. المهم إنه إيه، من كتر الصريخ بقى قال إيه، فوقف يسوع. ياه، محدش تاني تفاعل، المسيح هو اللي وقف الدنيا علشان خاطر الراجل ده. يعني انت يا رب يسوع سامعه؟ قال طبعا سامعه. طب سايبه ليه صرخ كده؟
والناس عماله تكسر في مقاديفه وعماله تقول له اسكت يا اخي اسكت يا اخي، انتهروه عشان يسكت. قال لا، انا عايز اكشف لكم قد ايه هذا الانسان عنده ايمان وعنده مثابره وعنده ثبات وثقه ان انا مش هخذله. شايفين على الرغم من كل التحديات اهي، من كل الناس اللي بتقول له اسكت، الراجل ده عنده مثابره وايمان عظيم، وانا حبيت اكشف لكم ايمانه. وزي امتحان كده الايمان، والراجل نجح في الامتحان. فالمسيح راح واقف، يا المسيح هو قائد كل الجمهور اللي ماشي معاه، طبعا وقف المسيح، وقف قال اندهوا للراجل ده. وقف يسوع وامر ان ينادى هتولي ده. يعني احنا يا رب كل الناس اللي حواليك دول وحبايبك واصحابك وتلاميذك، الراجل ده اهم منهم، توقف المسيره دي كلها علشانه. قال انا كل الناس عندي مهمه، كل الناس عندي مهمه، كل نفس انا جاي لكل نفس، كل نفس عندي مهمه، هاتوا الراجل ده، ده بيطلبني وعايزني. ساعات ربنا يبقى مستني بس، زي الاب كده اللي بيحب البيبي بتاعه الصغير اللي لسه بيقول يا بابا، يبقى فرحان قوي لما يسمع كلمه يا بابا. الاب كلنا يعني كان اختبرنا كده، يفرح قوي لما يسمع كلمه بابا، يسمع ان ابنه بيناديله، ياه سعاده. يعني انت يا رب تفرح بان احنا نناديلك ونقول لك يا بابا يا ابانا الذي في السماوات، تفرح؟ قال طبعا. قديس ماري اسحاق السورياني له من ضمن تاملاته الجميله بيتصور كده، بيقول ايه؟ يقول ان ربنا لما انت تيجي تصلي بيسكت الملائكه عشان يسمعك. الصلوات بتاعتك دي اهم عنده من تسابيح السيرافيم. يبقى فرحان قوي ان احنا نصلي، الملائكه تدينا فرصه كده عشان صوتنا يبقى واضح قدامه، هي توطي صوتها شويه. طبعا دي كلها زي تأملات، يعني مش أنا، ربنا سامع كل حاجة. فالراجل ده المسيح وقف كل حاجة علشان خاطره. يعني المسيح ممكن يوقف كل حاجة عشان خاطري أنا؟ ده أنا ساعات أحس إن أنا ماليش أي قيمة، ده أنا لو مش موجود محدش هيحس بيا، أنا يعني على رأي بولس الرسول لما يقول أنا الذي مثل السقط. السقط يعني جنين، ما يعني وقع مات، فحاجة يعني ساعات الإنسان كده يبقى حاسس بضعفه كده. لا، ده كل إنسان له قيمة عند ربنا، كل إنسان. وحب ربنا يبقى مش عايز حد يقع، مش عايز حد يهلك، مش عايز أي حاجة تضيع. اللي بيحب كده، اللي بيحب بيهتم بكل واحد، مش عايز حد يضيع، مش عايز حد ولا جزء صغير يضيع. فقال هاتوه، وقف الدنيا كلها. طبعا لما المسيح يقول هاتوه، كل الناس ايه؟ اتحمست بقى وقالوا ايه؟ طب يلا. راحوا فنادوا الاعمى قائلين له ثق، قم هو ذا يناديك. يلا يا عم خلاص اطمن، هو بينادي لك وهو مستنيك، اكيد في مسافه يعني بينهم. فخدوه ووصلوه، بس قبل ما ياخدوه بيقول كان حاجة لطيفة، يقول فطرح رداءه وقام وجاء إلى يسوع. فطرح رداءه، يعني إيه طرح رداءه؟ وليه؟
ها الحياه القديمه، الرداء والحياه، ساب الحياه القديمه، ساب التوبه العتيقه. ايوه، طرح خطيته، طرح خطيته. هو الرداء ده الواحد بيعمل بيه ايه؟ بيغطي بنفسه، عم زي ورق التين كده اللي كان الانسان بيحاول يداري بيه على ايه؟ على نفسه. لا، هروح للمسيح، هو هيكسوني، هو اللي هيلبسني ثياب بره، هو اللي هيغطيني بالنعمه. خلاص انا مش محتاج للرداء ده، الرداء ده يمكن كنت بتدفى بيه هو هيدفيني، كنت بتستر بيه هو هيسترني، كنت يمكن الرداء ده تقيل عليا حمل، فانا عايز اتحرك بسرعه، عايز ابقى خفيف كده اتحرك بسرعه، والاحمال دي افظع حمل ممكن يكسر ظهر الانسان هو الخطيه طبعا. نروح للمسيح اللي هو بيقول تعالوا الي جميع المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم. ف ساب الرداء، ساب الحاجه اللي كان الرداء ده بيعمل مظهر برضه للانسان وبيعطله، بس بيعمل منظر للانسان. فهو ساب المظاهر كلها، رمى المظاهر ورمى حب المظاهر خالص، ورمى الحاجه اللي كانت بتغطي الفقر بتاعي والبؤس بتاعي والحزن بتاعي والامراض بتاعتي. ساب، ساعات الواحد بيبقى عنده حاجات كتيره صعبه في حياته، بس هو بيحاول يظهر دايما بمظهر حلو، يبقى لابس رداء او قناع او مظهر معين بيداري بيه على الكآبة اللي في قلبه والحزن اللي في قلبه والتعب والجروح والمشاكل، ويحاول يداري بضحك، بشوية تصرفات كده علشان يبين ان هو ما عندوش اي مشكلة. لكن في الحقيقة الانسان محتاج يكون صادق مع نفسه، والرداء بتاع المظاهر ده يركنه على جنب خلاص، طرح رداء ورماه. يعني يمكن تحتاج له تاني، قال لك مش هحتاج له، لا خلاص المسيح هو اللي هيظهر فيا، هو اللي هيستر عليا، هو اللي هيغطيني، وهو اللي هيبقى ظاهر وانا ابقى جواه، انا مش محتاج الرداء ده تاني، انا خلاص طرحه. وما فيش واحد راح للمسيح إلا لما خد من المسيح. المسيح هو اللي عطاله الستر وعطاله الغنى وعطاله النور في عينيه وفي قلبه. فيش واحد بيروح للمسيح ويفضل فقير، فيش واحد بيروح للمسيح ويفضل ضعيف، ما فيش واحد بيروح للمسيح ويرجع تاني يشحت ويقعد على الرصيف ويقعد تحت على الأرض ويستجدي ويستعطي ويدور على كلمة من حد ولا إحسان من حد. اللي بيروح للمسيح بيتغني، مش بيحتاج. فخلاص الراجل كان عنده إيمان، يعني عنده إيمان، قال خلاص مش هحتاج ده، أحرم الرداء وقام وجاء إلى يسوع زي الست اللي سابت الجرة. فأجاب يسوع وقال له ماذا تريد أن أفعل بك؟ عايز اسمع منك، انت عايز ايه؟ طلباتك، انت بتنادي عليا بس ما طلبتش حاجة، انت بتنادي ماذا تريد ان افعل بك؟ فقال لو الاعمى يا سيدي ان ابصر، انا عايز انا يتفتح. فقال له يسوع اذهب ايمانك قد شفاك. جميل قوي، ربنا يسوع ركز ووضح وأظهر إيمان هذا الإنسان للناس عشان يبقى درس جميل. اللي يخلص الإنسان إيمانه بربنا، إيمان، الإيمان معناها إن أنا إمكانيات الله بقت بتاعتي، إن أنا حطيت ثقتي فيه وفي إمكانياته. ما دام حطيت ثقتي فيه وفي إمكانياته بقت كل إمكانياته لصالحي،
وليا. حاجة جميلة أوي، إيمانك قد شفاك. بدون إيمان لا يمكن إرضاءه طبعا، بس كنا مش واثقين فيه مش هيشتغل في حياتنا. فللوقت أبصر وتبع يسوع في الطريق. الله، أتاري المسيح مش بيمر علينا بس علشان يقومنا، ولا علشان يحررنا من الظلمة، ولا علشان يشفينا، لا، ده يغير حياتنا، يجدد حياتنا. مش هيمر علينا يدينا حاجة ونفضل قاعدين نشحت، ونفضل قاعدين في حياتنا القديمة ومستوانا البائس. زي واحد كده حب ربنا، مشي معاه، خد نعمة، خد سلام، خد تعزية، يرجع تاني لمجلس المستهزئين، يرجع تاني للمعاشرات الرديئة، يرجع تاني للعادات الوحشة. ازاي يعني؟ لا، المسيح بيمر علينا علشان ياخدنا معاه في سكته، عشان ياخدنا معاه في مسيرته، ويقودنا في موكب نصرته. الراجل ده جميل قوي، كان عنده ثقة وإيمان بربنا، عنده مثابرة، وفضل يصرخ لربنا لحد لما وصل وخد اللي هو عايزه، وكان عنده كمان اشتياق لربنا ولحياة جديدة. ليه؟ لأنه لما عينيه اتفتحت الدنيا بقى شكلها مختلف، الدنيا بقى شكلها مختلف. الإنسان عينيه لما بتتفتح، لو اتفتحت على الشر، الشر بيغرقه، بيطمس عينيه وبيشوف يعني الدنيا في منتهى السواد والكآبة. والعكس بقى، لما يتفتح على المسيح ويشوف المسيح، يقول لا 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 لا، مفيش حاجة في الدنيا دي تساوي أي حاجة، المسيح وبس، المسيح وبس، الله وكفى، معك لا أريد شيئا في الأرض. طيب معلش يا بارتيماوس، أنت رايح فين؟ أنا مش عارف، بس أنا ماشي مع المسيح وهفضل ماشي مع المسيح للنهاية، هو هيقودني في موكب نصرته، هو جاي علشان يديني حياة أبدية، هو جاي يديني خلاص، أنا همشي وراه. هيمشي هو منين؟ أنا معاه، أنا معاه. إيه الطريق اللي هيختاره لي؟ أنا أهم حاجة أبقى معاه، هو يختار لي ويتقدمني وأنا ماشي معاه. فأبصر وتبعه إيه في الطريق، تبعية كاملة للمسيح باشتياق لحياة جديدة لقاها في المسيح، لقى الحياة الجديدة في المسيح فتبع المسيح. مع أنه يمكن المسيح ما قالوش طب تعالى بقى معايا، تعالى تبقى من تلاميذي، لا، بس هو المسيح شفاه وجاي يمشي، لقى نفسه كده خلاص اتعلق بالمسيح. طب انت رايح فين؟ ده انت عمرك تلاقيك ما طلعت من أريحة، يعني لو هو اصلا اعمى من هو صغير ما تلاقيش يعني هيتحرك كتير، وخاصة حتى الناس دي بيبقوا ممنوعين ان هم يدخلوا الهيكل اللي عندهم عاهات، فهيروح فين ويروح اورشليم فين؟ وكان مشهور معروف حتى باسمه، ومعروف اسم باباه، فقديس مرقس عارف كتب لنا الاسم ده. مشي ورا المسيح وذهب وهو لا يعلم إلى أين يذهب، زي ما قيل عن مين؟ عن إبراهيم. خرج وراء ربنا وهو لا يعلم إلى أين يذهب، هو ده الإيمان، خرج وهو لا يعلم إلى أين يذهب، بس كده. لا، أنا عارف إن أنا في المسيح، أنا في المسيح، والمسيح هو اللي بيقودني في موكب نصرته، ومن سيفصلني عن محبة المسيح؟ اللي ده النور كده. لو طبقنا المعجزة دي على دراستنا في الإنجيل، وإحنا بنقرأ في الإنجيل كده كل يوم كده، ونقعد مع الإنجيل ونقول له يا رب افتح عينينا، يا يسوع ابن داود ارحمني، أنا عينيا مطموسة ما بباش شايف، عايز أشوفك، عايز أشوف النور.
كل لما اقرا عايز اشوف النور، ولما اقف اصلي عايز اشوفك، ما احضر قداس عايز اشوفك، ما اشوفش حد تاني، عايز اشوفك واركز عليك. ساعات الناس تبقى ايه، بتيجي الكنيسه علشان ارتباطها باصحاب، بشويه اعمال بتتعمل، شويه طقوس بتتمم، وواحد مثلا حافظ الحان بقى كده، ولا له خدمه في الكنيسه، ولا تبص تلاقيه لا انا مش باجي الكنيسه عشان انا مرتبط باي حد، انا بحب الناس كلها وعلاقتي طيبه بالناس كلها، لكن انا باجي الكنيسه عشان خاطر يسوع بس، يسوع اولا واخيرا. صحيح انا لما هقرب من يسوع هلاقي حواليه تلاميذه، وهلاقي حواليه القديسين والشهداء وموكب الابرار، لكن انا عيني على يسوع بس، هو ده اللي انا مركز عليه. طيب خلينا بقى ايه نبتدي في الاصحاح ال11، ناخد فيه حته صغيره كده، خلصنا الاصحاح العاشر. ولما قربوا من اورشليم إلى بيت فاجي وبيت عنيا عند جبل الزيتون، أرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، فللوقت وأنتما داخلان إليها تجدان جحشا مربوطا لم يجلس عليه أحد من الناس، فحلاه وأتيا به، وإن قال لكما أحد لماذا تفعلان هذا فقولا الرب محتاج إليه، فللوقت يرسله إلى هنا. فمضيا ووجد الجحش مربوطا عند الباب خارجا على الطريق فحلاه، فقال لهما: قوم من القيام هناك ماذا تفعلان؟ تحلان الجحش؟ فقال لهما كما أوصى يسوع، فتركوهما. أقف هنا. زي ما شفنا في قصة الأعمى، هما كانوا كام؟ كانوا اتنين، بس قديس ماري مرقس ركز على ايه؟ على واحد. قديس لوقا ركز على ايه؟ واحد. القديس متى قال الايه؟ قال الاتنين برضو. هنا دي على فكرة مشهورة في معظم الأناجيل، تلاقي مثلا القديس يوحنا مركز على مريم المجدلية، مع ان كان معاها مريم الأخرى بس ما جابش سيرتها. قديس متى وهو بيتكلم قال مريم المجدليه ومريم الاخرى ام يعقوب، والاثنين امسكت بقدميه وسجدت له في بعد القيامه. فالقديس متى بيدينا صوره فيها كل العناصر. الانجليين ممكن كل واحد يركز على عنصر واحد معين. فهنا في القصه بتاعه الجحش مفيش ذكر للاتان، واضح؟ مع ان كان معاه ايه؟ أتان، يعني هما كانوا جحش وأتان. غالبا هو ركب شوية على الأتان وبعد ركب على الجحش أو العكس. هنا القديس ماري مرقس جاب سيرة الإيه؟ الجحش بس. متى جايب الجحش وجايب الأتان. قال حتى ركب عليهما. يعني استعمل الاتنين. بصوا جغرافيا كده، لو احنا قدامنا هنا أورشليم شرقها كده، وأنت باصص على الخريطة كده، شرق اورشليم ادي الحتت الواطيه اللي هي فيها اريحه ونهر الاردن، طالعين 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 جايين من ناحيه الشرق كده، وبعدين يعلو 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 ويبتدوا عند قرب جبل الزيتون. جبل الزيتون كده ينحدروا منه يلاقوا البلد، يلاقوا اورشليم. عند جبل الزيتون لو بصوا جنوبا حاجه بسيطه على شمالهم كده يلاقوا بيت فاجي وبيت عنيا، قريتين صغيرين جنب جبل الزيتون، يعني يجوا 2-3 كيلو من اورشليم على مرمى البصر يعني يتشافوا، بس طبعا في جبال فمتداريين ورا الجبال. بيت عنيا وبيت فاجي. القديس ماري مرقس هنا بيوصف بيقول لما وصلوا قرب اورشليم عند بيت عنيا وبيت فاجي، بعت 2 من تلاميذه علشان خاطر ايه؟ وبالتحديد كان الجحش ده والاتان كانوا في بيت فاجي. فقال لهم روحوا للقرية اللي قدامكم دي، وانتوا داخلين هتلاقوا جحش مربوط لم يجلس عليه أحد من الناس،
ودي برضو ايه علامة في حد هيقول طب يعني معناها ايه؟ اولا الجحش صعب الركوب، محدش بيركب جحش، مش محدش جلس عليه قبل كده، فمش بسهولة هيقبل ان حد يركب. الاتان هي اللي متمرنة، هي الام بتاعت الجحش، وهي دي اللي بتبقى هادية وبتستخدم في مع الفلاحين، تشيل وتنقل وتوصل وكل حاجة. الجحش لا. فطبعا الأتان والجحش دايما الآباء بيفسروهم ببساطة كده، الأمة اليهودية والإيه والأمم، اليهود والأمم. اليهود دول اللي عرفوا ربنا، دول اللي بيمثلهم الأتان، عرفوا ربنا وفهموه وعاشوا معاه وحفظوا أو يعني اتعلموا وصاياه. صحيح ما كانوش يعني أحسن حاجة في سلوكياتهم وفي أمانتهم لربنا، لكن عندهم معرفة بربنا. أما الأمم فما يعرفوش، ما يعرفوش خالص، عايشين في ظلمة وفي جهل، عشان كده ملهمش إله، ملهمش. عشان كده بيقول إيه؟ لم يجلس علي أحد من الناس. الجحش ده ما تمرنش خالص، ما تمرنش أبدا إن حد يركب فوقيه ولا يوصل حد ولا يمشي في حد. فدول بيشير للإيه؟ للأمم. وكأن المسيح الملك مش بس جاي لليهود، لكن جاي للإيه؟ لليهود وللأمم، جاي للعالم كله، هو مخلص العالم كله. عملوا زي ما قال ربنا يسوع، عارف كل حاجة، وصف لهم بالظبط، شافوا لقوا الجحش حلاه، برضو قال لهم برضو إذا حد كلمكم تقولوا له إيه؟ إن الرب محتاج إليه. حاجة عجيبة قوي، يعني أنت يا رب محتاج إيه بس؟ طب أنت محتاج ليه؟ عشان أتمم النبوة، عشان أنا الملك، الملك ملك الملوك اللي جاي علشان أملك على القلوب وعلى الأفكار وأسس مملكتي في حياة البشر اللي هيقبلوا الإيمان بي ويتولدوا من جديد. فأنت محتاج يا رب جحش، محتاج. مين قال بس أن ربنا محتاج لنا؟ إحنا اللي محتاجين له. بس تعرفوا هو قال كده، قال أنا محتاج، محتاج ناس تيجي تشتغل معايا، محتاج تقدموا لي حاجات علشان خاطر نعمل بيها شغل سوا. يا رب نقدم لك ايه؟ ده انت من يدك كل شيء، كل الخير من ايدك، بندي لك من اللي انت عطيته لنا. قال بس انا محتاج. يعني انت يا رب بجد محتاج؟ كنت محتاج تشرب لما طلبت من السامرية؟ ربنا محتاج نفوسنا، محتاج يلم ولاده تحت جناحه، محتاج يخلينا ناخد بركة الشغل معاه، نخدم معاه، نشتغل لحسابه، نشتغل سوا. انت يا رب بتفرح بكده؟ قال طبعا. عشان كده حتى الكنيسة بتعلمنا وتقول لنا ايه؟ بتيجوا تصلوا تقولوا كده مع أوشية المسافرين: اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح. اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح. تعال يا رب احنا عايزين نبقى شركاء في العمل، زي بولس وسيلة كده وبرنابة وأبولس. بيقول كده بولس على نفسه وعلى أبولس، بيقول نحن عاملان مع الله وأنتم فلاحة الله. أنتوا الحقل اللي احنا بنشتغل فيه، وإحنا فلاحين وبنائين. فلاحين وبنائين، فلاحين بننبش كده في الأرض ونحط البزار، بنزرع على البزار بتاعت كلمة ربنا، وبنائين بنبني حجارة حية في الهيكل الإلهي اللي هو جسد الكنيسة، جسد المسيح. بنائين، فإحنا عاملان، بنبني الإيمان، إحنا عاملان مع الله، عاملان مع الله، co-workers. فاشترك في العمل مع عبيدك يا رب. انت يا رب محتاج. هل انا
أنا أنتوا عارفين طبعاً إن أنا مش محتاج، بس أنا بظهر نفسي إن أنا محتاج علشان نبقى شركاء مع بعض، علشان نشتغل سوا سوا، عشان عايز هو يشركنا في العمل معاه. فطبعاً لما الرب محتاج خلاص خدوه. الجحش ده هيروح فين بعد كده مش عارفين، بس هما الناس إيه؟ الناس كانوا ناس طيبين ربنا عارفهم يعني، اتشرفوا طبعاً إن المسيح استعمل الأتان والجحش بتوعه. مضى وجد الجحش مربوطا عند الباب خارجا على الطريق، يعني زي مستنيهم جاهز على الباب، فحلاه. وبرضو زي ما المسيح قال لهم حصل، قوم من القيام هناك قالوا ماذا تفعلان تحلان الجحش، انتوا بتعملوا ايه؟ فقال لهم اللي هم التلميذين، قالوا لهم كما اوصى يسوع، فتركوهما. ساعات احنا نتفلسف او نحاول بقى ايه يعني نظهر القلق والانزعاج. طب والمشكله؟ طب وبعدين انت بعتني هيتخانقوا معايا وهيشدوا وانا هشد، وانا ولو رفضوا. في ناس كده ايه تكعبل الدنيا عندها يعني، وفي ناس حاضر يا رب وهو عامل حسابه على كل حاجة. لما يقول لكم كده تقولوا كده، من غير كلمة زيادة ومن غير كلمة ناقصة. فهم قالوا كما أوصاهما يسوع، الرب محتاج إليه، ثلاث كلمات خلاص خلصت. قالوا متفضل. ربنا عارف التحديات اللي هنمر بيها في الخدمة، عارف ومش هيسيبنا، ويرشدنا، ويكفي ان احنا اللي نقوله هو ما اوصى به يسوع. يقول لك فقال لهم كما اوصى يسوع، ردودنا هي كما اوصى يسوع، دي ردود ولاد ربنا، كما اوصى يسوع. يعني ما عندناش ردود تانية، مش هنشتغل شغل بقى الدبلوماسي والسياسي والدهاء ونضحك عليهم. طب هنقول لهم طب بصوا احنا هناخد بس الجحش ده دقيقتين كده وهنرجعه تاني. هو ربنا قال لكم كده؟ يقول لك اصل انا كنت هعمل ايه؟ كنت لازم اقول اي كذبه. يا سلام، نقول كما اوصى يسوع، نقول كلمه حق. مفيش حاجة اسمها نخترع أو نكذب، دايما ردودنا كما أوصى يسوع. فتركوهم على طول، أول ما قالوا ما كما أوصى يسوع تركوهم. بعد كده هيبتدي بقى الإيه؟ الموكب علشان خاطر الدخول إلى أورشليم، ودي نأجلها بقى للإيه؟ للمرة الجاية إن شاء الله. ولربنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين. احنا خدنا 6 آيات من الإصحاح 11 ونكمل المرة الجاية. أي سؤال أو تعليق؟ اتفضل. استنى أجيب لك الميكروفون. عظيمة تعاملات ربنا معانا انه بيحترم حريتنا. يعني هو مستني ان احنا نطلبه، ولما يجي يعمل المعجزه بيقول له ماذا تريد مني؟ هو عارف هو عايز ايه، لكن هو عايز احنا نقول له عشان دي حريتنا. تاني حاجه، الناس اللي بيقول لك انا ربنا فين بيعمل لي كده، هل انت طلبته؟ هل طلبته بالحاح قبل ما ترجع تقول هو ربنا فين سايبني؟ ها؟ في موقف كمان طريف قوي مع موضوع الجحش. كان في شخص يعني بعيد عن ربنا وجال ربنا، فحس انه ضعيف قوي، راح للاب الكاهن بيقول له يا ابونا انا يعني عايز اخدم بس مش عارف اعمل ايه. فقال له اذا كان ربنا كان محتاج للجحش، الرب محتاج لي، مش هيحتاجك. بالظبط، ربنا ممكن يشتغل بكل واحد فينا.
محدش يستصغر نفسه ولا يقول الرب محتاج لي. جميل قوي ان ربنا يظهر ان هو محتاج لينا واحنا ولا حاجه. اتفضل. التامل في شفاء الاعمى. شفاء الاعمى يعني المره دي بكلمه شفى له عينيه، الثاني حط له طين وقال له روح اعمل واغسل عينيك، والثالث اظن برضه تف. ففي تاملات في الثلاثه دول يا ريتنا كل واحد فيه. بطريقه فعلا. كل واحد بطريقه. المولود اعمى خلق له عينين، وكانت على مرحلة انه حط له الطين وبعد كده قال له اغتسل. والأعمى الثاني اللي ذكر في انجيل مرقس شفناه اللي خلق اللي شفاه على مراحل، خده على جنب بعيدا وبعدين قال انه شايف الناس اشجارا يمشون، وبعد كده حط ايده على عينيه تاني فابصر كل انسان جليا. وده التالت بكلمه من غير ما يلمسه خالص قال له ابصر ايمانك قد شفاك بكلمه. انا بيتهيالي ان ربنا له اسلوب مع كل واحد مختلف عن التاني، وكل حاجة ليها معنى. في المولود أعمى كان عايز يلفت نظرنا لأهمية المعمودية اللي بتدينا عينين جديدة وتفتح عينينا على السماء وتفتح عينينا على ربنا. والتاني اللي هو على مراحل ده بيوضح ازاي انه الانفراد مع ربنا بيدينا بالتدريج استنارة، استنارة تدريجية. والتالت ده بيتكلم النهارده على بارتيماوس أهمية الإيمان، أهمية الإيمان والمثابرة لحد لما عينينا تنور. فكل واحد ربنا بيشتغل معاه غير التاني، يعني مش هي استنباط ختم كده كله زي بعضه، يعني ربنا هيوزع علينا حاجات زي بعضها، لا مش فيش كده. ربنا بيوزع علينا حسب احتياجاتنا وبيوزع علينا بطريقه معينه علشان درس لينا ودرس لغيرنا. الطريقه اللي يدخل بيها الانسان كل واحد شخصيته مختلفه، فبطريقه معينه بيدخل بيها الانسان. بالظبط، كل واحد له طريقه ربنا بيدخل له بيها وبيدي له بيها. طيب تفضلوا نصلي. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا ربنا الحبيب يسوع المسيح نشكرك على محبتك ورعايتك واهتمامك بكل واحد فينا. يا رب أنت سامع الصلاة فإليك يأتي كل بشر. نشكرك يا رب لأنك بتقود خطواتنا وبتدبر حياتنا. ثبتنا فيك يا رب ودينا نعمة فوق نعمة يا رب لكي نتمتع بنورك ونتبعك بكل قلوبنا، نرتبط بيك يا رب أكتر من أي حاجة في الدنيا، ويبقى عندنا استعداد نسيب أي حاجة يا رب علشان نمشي وراك ونلتصق بيك ونتحد بيك إلى الأبد. باركنا بكل بركة روحية وادينا النعمة يا ربي عشان عينينا تتفتح على كلامك كل يوم. شفاعة أمنا الست العذراء، بركة كروزنا مريم مرقس، كل مصاف قديسيك، استجبنا عندما نصلي بالشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا. لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. أمدوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.